انا بس عايز اقف قدام، عايز بس الكابتن عادل عبد الرحمن اضحكني كثيرا، الكابتن ايمن شوقي طبعا والاستوديو التحليل القناه الاهلي عملوا الواجب في الدفاع عن الفرقه، وده حقهم لان دي قناه النادي الاهلي، وده شيء ايجابي على فكره. اللي حصل ايه بقى؟ ان الكابتن ايمن شوقي بيوجه الكلام لعادل عبد الرحمن، كابتن عادل عبد الرحمن، فبيقول له نتيجه كبيره. فتخيل الكابتن عادل عبد الرحمن يرد يقول له ايه؟ يقول له عشان الاهلي كبير. طب والنبي ده رد، يعني واحد بيقول له نتيجه كبيره يقول له عشان الاهلي كبير؟ يا كابتن عادل خليك بسيط على الشاشه قدام الناس، بلاش فزلكه، ما تحسسناش انك انت بتخترع كوره، الكوره بسيطه والكوره جميله. في مذيع يسالك ويقول لك النتيجه كبيره ولا تعبر عن سر المباراه، تروح ترد عليه تقول له عشان الاهلي كبير، يعني ايه عشان الاهلي كبير؟ ياخد هزيمه على قده ولا عشان الاهلي كبير ياخد وزنه؟ انا ما شفتش اجابه في الدنيا كده يعني. وبعد كده ايه؟ عايز يجمع مبررات، ما هو الاهلي كبير فكان لازم كان مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه. الرد كارثي اصلا يا كابتن عادل، واسمح لي ان انا انتقدك، رد كارثي، ما ينفعك يطلع من حد بوزنك لعب كاس عالم واسم محترم واسم كبير نقدره. الرد صعب وقاسي وعيب انه يتقال. ايه عشان الاهلي كبير؟ ايه عشان الاهلي كبير دي؟ ايه عشان الاهلي كبير دي؟ كمان عايز اخدكم لحاجه مهمه، كدابين الزفه. الواحد لما شاف كدابين الزفه والاونطجيه والابيضه حوالين النادي الاهلي في المغرب، والله العظيم تشأمت. حاجتين خلوني تشأمت، كدابين الزفة يا دكتور وليد عبد العال، واعتقد انك انت شفت كدابين الزفة واللي عايزين يسرقوا الفرح من الخطيب ومن مجلس الادارة ومن الفرقة ورايحين عكن خاطر يسترزقوا، وتوقع خالد الغندور. لما خالد الغندور توقع فوز الاهلي على الريال تشأمت، وانا راجل مؤمن ولا أتشائم ولا أتفائل، لأن هذا شيء نهى عنه الإسلام، ولكن يعني إيه؟ عيني الشمال رفت. وكدابين الزفة، خالد الغندور لما قال الأهلي هيفوز، قلت ما هو ده ما بيتكلمش غير في السواد بعيد عنك. أو والله العظيم يا دكتور وليد، ما بيتكلمش غير في السواد، توقع الأهلي هيفوز يعرف إنه تلاقيه قرا حتة ياسين ورا التوقع إن الأهلي يتغلب. وكدابين الزفه اللي وشهم فقري بعيد عنك، رايحين يسترزقوا، مسافرين على حساب مش عارف مين ولا عاملين ايه ولا ايه عشان يسترزقوا ويضحكوا على الجماهير. فربنا ما بيديش الاشكال دي، بل بالعكس الاشكال، مش بيقول لك ايه من زوى من امي تقول لي ايه، من جاور السعيد يسعد، والفقر يجيب لك الفقر لغايه البيت. فبعيد عنك ان راحوا يسترزقوا ولا واخدين الموضوع معركة، وان فوز الاهلي يعني هيدوسوا على رقاب البشر، هم اللي جابوا الفقر للاهلي. والله اسمع مني، ما حدش هيقول لك الكلام ده غير انا. ايوه النهارده كان في ناس منتظره ان الاهلي يفوز عشان يدوسوا على رقاب البشر. النهارده كانت في ناس منتظره الاهلي يفوز عشان ينتقموا من البشر. هم دول اللي ضيعوا مجهود الفرقه وخلوا الفرقه انهارت في ربع ساعه، لانهم دول بعيد عنك ابو الفقر اللي خلقه ربنا، ابو الفقر. تلاقي الواحد كده في ايده سبحه 50 متر وهو ضميره اسود من قرن الخروب، والله العظيم. الاستاذ المحترم اللي بيقول لي ابو المعاطي زكي في كاس العالم للانديه وانت في بيتكم ورا الستارة، اولا بص انا لا اخلق الامور، وانا مش هعمل لحضرتك حظر على فكرة، لاني اقول لك شكرا، اللي ما بيشتمش ما بعملوش حظر. لا حتى لو مختلف معايا وبتقول الكلام ده عشان تضايقني، انا ارد عليك بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام. اولا بص انا خلافي مع الاستاذ ابو المعاطي زكي في موضوع شخصي، لكن انه يسافر الله يسهل له، انه يروح مع الاهلي ده حقه، انه ما يروحش ده قراره،
له كل الاحترام والتقدير في تصرفاته، لان انا لو هاجمت ابو المعاطي ذاك انه سافر مع الاهلي، ابانا راجل متخلف وراجل مش محترم واحمق في خلافاتي مع الناس. لكن انا خلافي مع الاستاذ ابو المعاطي زكي في موضوع شخصي، وهو انه كان يعلم ظروفي جيدا ويعلم ما احاط بي من ضرر، بالاضافه لتعب زوجتي، وما احل بي وتخلى عني. ومهما كان الامور ما كانش ينفع يتخلى عني، وانا ما كنتش منتظر منه حاجه غير انه يطلع يقول كلمه حق لوجه الله. ولكن زعلي انه تاجر بظروفي وخرج يدعي المبادئ وكأني انا راجل واطي وبعت كل حاجة بالرخيص. ففهم الناس عكس الحقيقة حتى وان كان لا يقصد. في الاوقات اللي كان هو لما يصاب بمكروه كنت انا برمي صدري وما تخلاش عنه وما مسكتش مرة العصاية من النص في قضية فيها أبو المعاطي. حبيته كأخ وكصديق وأخلصت ليه وتفانيت معاه وقدمت له اللي ما قدمهوش لإخواته من أول ما توفى أخوه المرحوم سيد، وكنت محترم جدا. لكن إنك أنت تقول أبو المعاطي لا، أبو المعاطي سافر زي ما هو عايز ويتحرك زي ما هو عايز ويشتغل شغله بمزاجه، ولا أعلق على عمله ولا شغله ولا سفره، وله كل الاحترام في أموره، يتحمل مسؤوليتها ومالي دعوة بيها. خلافي مع أبو المعاطي خلاف محدود في قضية معينة شخصية، لكن لست أحمقا حتى أهاجم أبو المعاطي زكي على أنه سفر مع الأهل. لا، طب ما أنا جات لي دعوة وكان ممكن أسافر، هل أنا لو سافرت بكثر؟ لا، ما لا أرضاه على نفسي لا أرضاه على غيري. من حقه يسافر ومن حقه يروح، هو في النهاية راجل إعلامي محترم وبيعمل شغله على أفضل ما يكون ولمشاهدينه ولجماهيره، ولهم كل الاحترام والتقدير. لكن إن أنا أوصل لدرجة إن أنا أكون أحمق فتفكرني إن أنا أغلط في أبو المعاطي ولا أشتمه إنه سافر مع الأهلي، لا، تبقى أنت فهمتني غلط، وللأسف يعني جاي تصيد في الماء العكر. خلافي مع أبو المعاطي في نقطة شخصية خاصة بي، لكن لا ليها دعوة بعمله، ولا ليها دعوة بأداء شغله، ولا ليها دعوة يسافر مع مين ولا ما يسافرش مع مين، ولا يعمل إيه ولا ما يعملش إيه. والناس اللي بتفهم كلامي غلط تفهم زي ما هي عايزة. وما زال عندي أسرار أحكيها في حلقتي اللي سجلتها لرمضان في أحد القنوات المهمة والشهيرة ستقلب الرأي العام في ملف الشخصي. كيف تخلوا عني وكيف قالوا لي روح شوف مصلحتك، وازاي سابوني لا لاقي علاج لعيالي ولا فلوس مدارس مراتي، ولا ان انا حتى ادخل بمراتي مستشفى، ولا عالج امي بعد ما كان معايا ملايين، عرفتهم وانا معايا ملايين، وتخلوا عني لما عرفوا اني انا لا استطيع ان انا حتى ادفع مصاريف عيالي في المدرسة. ومش عيب ان انا اقول ظروفي، لان الحمد لله قمت على رجلي من جديد وطلعت على الشاشة من جديد، والحمد لله نجحت من جديد، والحمد لله بقيت عضو نقابة إعلاميين بعد ما كنت شوارعي، لان ربنا اراد اني يرد عليهم ويقول لهم ان عبد الناصر ما ماتش. ولكن وسط ده كله لهم مني كل الاحترام وكل التقدير، ولهم كل الـ يعني كل شيء محترم مني ليهم. ولكن ده خلاف شخصي في نقاط معينة، لا أقلل منهم ولا أهينهم، ولا يمكن أن أنا أكون أحمق في عدائي مع أبو المعاطي أو غيره. أنا أعرف حدودي جيدا، فإذا كان الأستاذ أبو المعاطي ذاكي راح مع الأهلي ده حقه وفوق دماغي، ولا يمكن ان انا اعلق عليها لا بأيوة ولا لا ولا ليا دعوة. فما تجيش تصيد في الماء العكر وما تجيش تبيع المية في حارة السقايين. بالمناسبة بس، وعلى فكرة في رسالة كمان جات لي النهاردة من حد بيقول لي بقيت بترد على الناس وتتجاوز. قلت له يا بيه انا اتجاوز في حق اللي يخش يشتمني انا واهلي، وامسح بيه الارض واضربه بالجزمة لو شفته، لان انا اقوى مما تتخيل
وراجل حق، وانا الراجل الوحيد في كل المعارك اللي خضتها، وبالادله والمستندات، وانتظر حلقه رمضان. الراجل اللي لا باع كلمه ولا قبض تمن كلمه ولا اشترى، غير الراجل صرف من جيبه والكل اتخلى عنه. فانا ارجل مما تتخيل، ما ردش ليه، ترد ونص. ولو قابلني واحد في الشارع وشتمني اعلق له الجزمه، لكن الحمد لله كل اللي بيقابلوني محترمين. كون ان انا ما ردش يبقى على راسي بضحى. لكن طب ما هو الراجل اهو، رغم ان كلامه كان عيب لكن ما شتمش، رديت عليه بادب. لكن يدخل واحد يشتمني بامي وابويا وتقول لي ما تتعصبش وما تردش عليه كده وما تتجوزش كده، اتجوز ونص وربنا يسامحني، لان انا مش على راسي بضحى يابا، مش على راسي بضحى. اللي على راسه بضحى اللي بيعرف يمسك العصايه من النص، اللي مش عارف يعمل ايه، اللي مش عارف يعمل ايه، اللي مش عارف يعمل ايه كده يعني.